تحية رياضية لمشاهدينا الكرام بلاد الفضائية، نحييكم ونلتقيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم الرياضي الأسبوعي مرات الرياضة وأبرز الأحداث الرياضية في الساحة المحلية في العراق. مشاهدينا، في حلقة هذا اليوم من برنامج مرات الرياضة سنتحدث فيها عن ختام بطولة الصداقة الودية الكروية التي أقيمت في محافظة البصرة، والآن تقام المباراة النهائية في هذه البطولة التي تجمع منتخبنا الوطني العراقي مع نظيره السوري، حيث تشير النتيجة إلى تقدم منتخبنا الوطني بهدف واحد دون مقابل، على الرغم من ضياع حلم التتويج بلقب هذه البطولة طبعا بعد خسارة المباراة الأولى أمام نظيره القطري. لكن قطر بالتأكيد لديها أمل كبير في التتويج بلقب هذه البطولة. هذه البطولة المهمة جاءت بعد القرار الكبير برفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية من قبل الفيفا في محافظات بغداد وكربلاء والبصرة. مشاهدينا، للحديث أكثر عن تنظيم بطولة الصداقة الدولية ومستوى منتخبنا الوطني أكيد في المباريات التي خاضها في هذه البطولة، يتحدث معي ضيفي العزيز اللاعب الدولي السابق الكابتن غانم عريبي. أهلا وسهلا بك كابتن، شرفتنا. إذن مشاهدينا، كما قلنا الآن منتخبنا الوطني يلاقي نظيره السوري في المباراة النهائية لبطولة الصداقة الدولية الودية التي تحتضنها ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية في محافظة البصرة. كابتن، بالتأكيد يعني بطولة الصداقة ثمرت رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية، بالتالي لديها أهمية خاصة لدى اتحاد الكرة ووزارة الشباب والقائمين على الرياضة العراقية، لأنها تعتبر الخطوة الأولى في طريق رفع الحظر عن كل المحافظات العراقية. هل نجح اتحاد الكرة العراقي في تنظيم هذه البطولة بالشكل المناسب الذي يخدم عملية رفع الحظر عن باقي الملاعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اخي، ما اشوف اي فعاليه او اي بطوله تصير ببغداد او تصير بالعراق على العموم، لا بالبصره ولا بكربلاء ولا باربيل، نعم، اي بطوله تصير، اي فعاليه تصير، فهي من صالح رفع الحظر عن العراق. وانا يمكن قلت يعني يمكن قبل سنين، يعني تدري احنا الحظر مالتنا، تدري قطر اخر مباراه لعبت بال 15/2/89 والسعوديه اخر مباراه لعبت بال 79 ببغداد، نعم. يعني احسب سنين طويله من عقود. ف انا قلت انه رفع الحظر يكون سياسيا، يعني احنا لازم نشتغل سياسيا قبل ما نشتغل رياضيا. ونشوف هسه انت من جاء المنتخب السعودي اعتبرت انه الحظر تقريبا 90% لما نقول الرفع، صحيح، يعني هاي البطوله نقول بطوله لمصلحه يعني لمصلحه الكره العراقيه، رغم انه مع الاسف انه ما احتفظنا بطوله الصداقه، لان اول بطوله صارت بطوله الصداقه هي بالكويت بال90، يعني جماعه نيجيريا والكويت والايران والعراق، يعني بذاك الوقت قام بها الشيخ فهد الاحمد. فالعراق حصل يعني فاز بالنهايه على يمكن ذكر غانا بالضربات الترجيحيه. فاعتقد انه مع الاسف انه ما حصلنا، يعني تدري انت اخر بطوله احنا حصلناها بال 79 بطوله الخليج الخامسه بال 79، يعني اقول انه كافي، يعني كافي هالحصار. يعني تدري يعني اقول لك انه انا لعبت 86 مباراه دوليه، 16 بالعراق تقريبا و70 مباراه بالخارج العراق، وانت كل البطولات اللي اشتركت بها من كاس العالم الى اصغر بطوله انا ما لعب بالعراق، يعني مع الاسف يعني واعتبر انه اعجاز او انجاز عظيم انه واحد ياخذ بطوله يصعد كاس العالم او ياخذ بطوله امم اسيا بال 2007، اعتبر هذا انجاز، يعني كل البطولات اللي حصلناها خارج العراق هي اعتبر انجاز. اذا الخطوه الاولى هي خطوه، خلينا نقول يعني مثل ما ذكرت جنابك، الحل يكون بالعلاقات الدبلوماسيه باعتبار انه رفع سياسيا، لانه ايضا هو كان فرض سياسيا نتيجه يعني سياسات السابقه. ايضا مشاهدينا، يعني لنتواصل معكم طبعا ومباراه منتخبنا الوطني مع نظيره السوري. الان المنتخب السوري يسجل هدف التعادل في مرمى العراق في الدقيقة 81، نتيجة
التعادل بالتأكيد تخدم المنتخب القطري باعتبار لديه 3 نقاط من الفوز على منتخبنا في المباراة الأولى ونقطة من المباراة الثانية التي انتهت بالتعادل مع سوريا. اليوم نهائي بين العراق وسوريا، هو ليس مع يعني نهائي بمعنى نهائي بمباريات عديدة ووصول للأدوار المتقدمة، لكن نقصد نهائي لهذه البطولة، ختام لهذه البطولة. الحضور الجماهيري كان يعني علامة بارزة في بطولة الصداقة، حضور غصت به مدرجات ملعب جذع النخلة، خاصة أن هذه البطولة كان يعني من المقرر أن تقام في كربلاء، لكن اتحاد الكرة أصر على نقلها إلى محافظة البصرة. بس أنا كنت أنت أول ما دخلت للقناة أول ما دخلت إجا الجول للعراق، إيش قلت لك من قعدنا؟ مو قلت لك قلت يسجنون؟ مو قلت لك هسه سوريا تجيب هدف التعادل؟ لأن أنا يعني تقريبا الخط الدفاعي ما عندي يعني ما عندي ثقة ذيك به الخط الدفاعي المنتخب العراقي، لأن ماكو مباراة ما سجلوا علينا أهداف يعني الحقيقة. هاي الشغلة، شغلة الأخ نحن نجيبها على الاتحاد، يعني الاتحاد قراها خطأ، البطولة قراها خطأ. من أي ناحية؟ من ناحية إنه لو إحنا ما لاعبين المباراة افتتاحية، الملعب فول يعني يفول يعني يقبط يعني كله يعني يمتلئ بالجماهير. نعم. صح لو لا؟ نعم. مباراة افتتاحية إذا لعبوا سوريا وقطر. نعم. أنا أحكي لك هسه فنيا. نعم. فنيا أنت من تشوف الخصم مباراة وتعرف النتيجة أحسن ما تلعب مباراة أنت ما تعرف النتيجة. فهو أنا أقول لك لو قطر وسوريا لاعبين بالافتتاح. نعم. وتجي تلعب ويا قطر لو ويا سوريا المباراة الثانية فأنت مسيطر عندك مباراة ثانية. هاي من الناحية الفنية. من الناحية المادية يا خماد إنه أنت الملعب يجي لك وارد ملعب فول المباراة الأولى، لأن حتى إذا مو العراق طرف بيها اللعبتين الباقية اثنين اللي عصير هسه تشوف المباراة قطر وسوريا إيش قد جو جمهور يعني أقل من 20 ألف متفرج. بالتأكيد مو مثل مباراة أقل من 20 ألف متفرج. فأنت كان حصلت ثلاث مبارات ماديا تفيدك كاتحاد أنت وتقول أنا ما عندي فلوس. نعم. يعني هاي العذر عندنا. إذن هاي النقطة يعني نسجلها بالنقاط اللي تخص مسألة التنظيم. حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، موضوع التنظيم. احنا يعني سألتك على موضوع الجمهور لكن تتحدث الجمهور ربطت مسألة بمسألة. بس خلينا نشوف يعني معانا ايضا متحدثين واشادات واسعة بتنظيم بطولة الصداقة الدولية من مختلف الشخصيات خاصة من الوفود العربية المشاركة في هذه البطولة. نتابع هذه التصريحات ثم نعود. الهدف مو هدف انت تاخذ بطوله وهدف منتخب مستقبل ان شاء الله، لكن الهدف شلون نظمت شلون قمت البطوله شلون نجحت البطوله. كلهم متفاجئين الاخوان الخليجيين كلهم متفاجئين حتى السوريين النقاد الناس الصحفيين الاعلاميين المتواجدين العرب كلهم انبهروا بالتنظيم خاصه دعم الاعلام الكبير دعم الاعلام العراقي اللي موجود اللي دعم البطوله بكل صغيره وكبيره. اعتقد هذا حظر ظالم ولا مره من المرات أصبحت هناك خروقات أمنية في أي مباراة بكرة القدم سواء أندية سواء منتخبات سواء دوري أو سواء يعني مباراة ودية. على هذا الأساس هو يعني الحظر ظالم كان على الكرة العراقية، وهاي بطولة الصداقة رد يعني عملي لقرار فرض الحظر على الكرة العراقية وعلى الحضور الجماهيري. فيعني الجماهير العراقية بصراحة مشكورة جدا، وهذا يدل بأنه هم جمهور واعي وجمهور مثقف. وإن شاء الله أنا أتمنى تكون هناك بطولات أخرى يعني أكثر عدد من اللاعبين وأكثر وقت. إحنا من جانبنا المنتخب العراقي يعني تدري هاي المباراتين خلال البطولة مثل ما تكلمنا إحنا كمنهاج هي من ضمن المباريات اللي تدخل الإعدادية للوصول بمنتخب وجيل قادر أن يحقق الإنجاز في أمم آسيا. هذا ما نسعى له وعملنا مجموعة أهداف حقيقة. أول شيء أنا أكرر سعادتي بوجودنا هنا في البصرة بين إخواننا وأشقائنا العراقيين. كان الاستقبال صراحة استقبال كبير أكثر ما توقعنا. احنا نعرف محبة الشعب العراقي للشعب القطري للمنتخب القطري، بس اللي شفناها بصراحة كان اكثر من المتوقع.
في الملعب قبل المباراة، خلال المباراة، بعد المباراة، احنا طالعين في الشارع. كان استقبال صراحة مثل ما يقولون يسعد الواحد من قلبه. فنتمنى نديهم هذه المحبة، نتمنى نشوف الشعب او الجمهور العراقي حضر مباريات ايضا في قطر. ابارك لكم او ابارك حق نفسي قبل الله، ابارك لكم وابارك حق نفسنا احنا كقطريين رفع الحظر عن البصره، وان شاء الله باقي المدن باذن الرحمن، وان شاء الله نجيكم في باقي المدن، تكون لنا احنا الزياره الاولى حق باقي المدن ان شاء الله باذن الرحمن ان شاء الله. والله طبعا الجمهور جمهور متعطش وجمهور ذواق. كان كرنفال كروي جميل، نشكرهم على اللفتات المميزة صراحة والكلام الطيب اللي كان متواجد في أرض الملعب والتفاعل الكبير مع لاعبين، هذا كله مش غريب على أخواننا العراقيين، وإحنا حبينا نشارك في بطولة الصداقة على أساس أن نوقف وياهم، وهذا حق واجب علينا. صراحة إحنا كنا جايين ومتخوفين حاجة كتير أو كانت في بالنا، وإحنا جايين البصرة وجايين العراق، بس يعني اختفت في أول ما وصلنا. شفنا أجواء جميلة جدا، شفنا استقبال طيب، شفنا روح جميلة جدا، شفنا إمكانيات حلوة، شفنا حب الجماهير للكرة. يعني حب الكرة ده يعني بيخليك تحس بالمباراة، يخليك تحس بالملعب، باللعيبة، الجمهور. طبعا حب الجماهير، يعني الجمهور العراقي يعني من الجماهير المعروفة عربيا على مستوى العرب، يعني حبه وعشقه لبلده ولمنتخب بلده. إن العراق بالكامل يستحق رفع الحظر عن ملعبه، وليست البصرة وكربلاء فقط ولكن جميع الملاعب، لأن بصراحة شفنا إن العراق آمنة ومتميزة في كل شيء. الإعداد والتجهيز للبطولة كان على أعلى مستوى، الوفود اللي مشاركة في البطولة سواء من وفدنا القطري أو من الوفد السوري أشادوا بالتنظيم وبالكل. إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم جانب من الآراء حول مستوى تنظيم بطولة الصداقة، ونعود لنذكر بأن نتيجة مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه السوري تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق في الدقيقة 88. إذن كابتن، بالحديث عن تنظيم مرة ثانية، يعني أشرنا نقطة مهمة هي مباراة الافتتاح. أولا تكسب جمهور، الجمهور أكيد راح يعني يكون أكثر في مباراة الافتتاح، وبالتالي أيضا خبرة فنية أو قراءة فنية راح تكون صحيحة بالنسبة لمنتخبنا الوطني للخصمين اللذين يلعبان معه. أيضا يعني تابعنا إشادات بمستوى التنظيم، إذا كان هناك نقاط أخرى أشرتها جنابك في خلال تنظيم بطولة الصداقة غير هذه النقاط؟ شوف عماد، احنا الحقيقة يعني واحد انت تدري احنا ما منظمين بطولة، فهي اول وحدة، اول بطولة، فانت يراد لك خبرة. يعني الخبرة شلون تجي؟ الخبرة تجي من الممارسة. يعني انا ما صارت لي خبرة رأسا من منتخب الناشئين، منتخب اشبال وناشئين وشباب واولمبي وفريق بغداد وفريق بطولة الجمهورية وبطولة الكأس الى منتخب الوطن. هاي خبرة، زين احنا ما عندنا خبرة، مو أبدا نستعين بخبرات أجنبية أو عربية، يعني شركات أجنبية. هاي شوف هسه قطر ترى ما قطر، ليش صدق قطري واحد بالملعب تلقاه ينظم بطولة؟ يستعينون بخبرات أجنبية. كابتن، حتى البرازيل في مونديال 2014 استعانت بشركات أجنبية لتنظيم بطولة كأس العالم. جنوب أفريقيا كذلك. مو عيب يعني، شوف خبرة منتخب البرازيل ولا هذا ولا سنة ولا سنة غايب عن كأس العالم بس ما عنده خبرة تنظيم. أنا رحت البرازيل وشفت البرازيل، يعني لعبنا هناك. احنا عندنا يعني مباريات ودية، نتيجة طبعا الحظر، يعني احنا ايضا نحط العذر لانه يعني انت شو وقت تنظم بطولة وقت حظر عليك. انا وياك يعني هسه انت احنا قبل كم شهر، يعني كم يعني جد قبل سنه نقول بدا الحظر شويه يتفتت والرفع الجزئي للحظر هذا الجزئي وصارت كم مباراه، وين اكو تحسن من مباراه الى اخرى؟ صارت مباراه، وين صارت مباراه؟ عندنا بالاربيل صارت، تذكر يعني صارت مباراه دوليه. زين احنا من ذاك الوقت احنا غير اذا ما عندنا خبره غير ندز كوادر اذا كان من وزاره الشباب او الاتحاد، كوادر يعني عندها باع بتنظيم البطولات او تنظيم المباراه،
حتى يستفادون خبرة مثل يرود الزوم. القطر إحنا قطر يعني يساعدونا من ذاك الوقت يساعدونا بمباراة الودية أو يساعدونا بالإقامة المعسكرات الددية. كل الدول السعودية الكويت إحنا كلنا كنا نلعب بلاش يعني عمان. من حجك أحس إنه أنت يعني مو راضي بشكل كبير عن تنظيم بطولة الصداق، يعني ما أشهر ملاحظات على مسألة التنظيم؟ أنا الحمد لله ما رحت، حتى مال أساطير ما رحت، وحتى مال السعودية ما رحت. ليش الحمد لله ما رحت؟ ما تريد تروح؟ لا مو ما أريد، لا بالعكس هذا بلدي وأنا كيف يعني أنا أتمنى يعني، بس ما حد وجه لك دعوة. أنت تروح يعني سد أشوف عالم يعني يمكن حتى ملعب الشعب ما يندلوه، يعني ما لاعبين ملعب الشعب نهائياً. شوف دعوات وقاعدين على كراسي وقوط ما شاء الله لابسين قوط ورايحين. ليش يعني شو تفسر يعني شو تفسر هذا؟ انت شوف اكو واحد لعب من ما عدا اخواني المدربين، اكو واحد لعب بكاس العالم دزوا عليه كمتفرج كضيف شرف او لاعب بمنتخب العراق او ما جاب بطوله، هواي ما لعبوا منتخب وطني بس ما جابوا بطوله، بس هم لاعبين منتخب وطني او جيل 2007. شوف احد دعاهم قال لهم تعالوا شوفوا البطوله، تعالوا ضيوف شرف، ماكو لا الوزاره ولا الاتحاد. احنا مساله الوزاره والاتحاد هسه راح نتحدث اكثر عن هذا الموضوع، لانه الخلافات والتقاطعات اللي صارت حتى قبل هذه البطوله، لكن دور غانم عريبي والنجوم اللي زاملوا غانم عريبي، هل يعني يجب ان يكتفوا بمجرد دعوه حتى يحضر لبطوله ويتابع ويكون متابع ويكون مؤازر ويكون ناقد إذا أكو سلبيات في نفس الوقت، إلا عندما توجه دعوة؟ بس أنت إذا ما تجي يعني راح يقول لك هو مو واحد أو اثنين، نجوم كبار وكثار أدري أجزئهم هالبطولة فلان هالبطولة فلان هالمباراة فلان، يعني صير السنة أجي لبيتك ما تدعيني ما تقولي تعال يا بتغدى يمي. بس هاي مباراة أكو جمهور، جمهور أنا وين أروح؟ وين أقعد؟ وين أروح؟ يعني قول لي وين أروح؟ اما طب ما انا ابد ما احب المقصوره، على هسه ورا المباراه مال ملعب الشعب ما اقعد بالمقصوره، اقعد ورا الجول. يعني هسه ليش ورا الجول؟ اريحني لان اشوف نماذج انقهر اذا اشوفها على بالمقصوره، انقهر صدق حقيقه انقهر. يعني كانوا يتمنون يطبون ملعب الشعب، هي مجرد مجاملات، هاي الدعوات مجامله. جايبين واحد من الاردن ما اعرفه، يعني مين هذا عراقي مين جايبين؟ ما اعرف قاعد لك الشخصية اليوم شفته هسه قبل بالمباراة اليوم، مين هذا؟ يعني تجيبه من الأردن وأنت هنا بغداد مدز على حسن كمال، مدز على حميد رشيد، مدز على إسماعيل، مدز على نشأت، مدز على هوار، مدز مهدي. هسه مهدي 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 كريم قبل مدة كان لاعب ولعب هنا، دز عليه هذا شيء. هم شنو يعني من الجمهور؟ هم مو من فلوسكم يعني، تفهمني؟ نعم. من فلوس الجمهور، لا خلف الله عليكم، من فلوس يعني الضيافه ولا من الجمهور، مو من عندكم. يعني حتى ما يصرفون عليه على الضيف اللي يجي. اذا الاتحاد نظم هذه البطوله، لجنه التشريفات والتي يعني يكون على عاتقها الدعوات والحضور، هذه اللجان ما اعتقد موجوده باتحاد الكره، ماكو لجنه. بس يخابروك، انا سنه صارت مال الاساطير. مال الاساطير خابرونا. نعم. زين انت مباراه الاساطير من يا وقت انت تعرف موعدها؟ مو في الشهر. نعم. شهر يعني معقوله انت تجي باخر يوم تقول لك تعال خذ جمسي، خذ جماعتك وروح الجمسي للعلاوي واحنا ندفع لك الكروه وتعال لنا للبصره؟ يصير يعني حتى؟ لا ما يصير طبعا بهاي الطريقه، لا اكيد مو بهاي الطريقه. يعني يصير؟ لا طبعا ما يصير. واكو نماذج عازينهم بالطياره وراحوا، يمكن الله لا لعب له لعبه لو ما لا، يمكن كان مقضي عمره احتياط كله. في ظل يعني هذه السياسه وهذه يعني المشاكل بين وزاره الشباب والرياضه من جهه وبين اتحاد الكره من جهه، يعني احنا مسألة ضايعة، مسألة التنظيم بين هذه الجهة وبين هذه الجهة، وبالتالي هاي راح تعود يعني بالسلب على تنظيم البطولات. احنا اليوم نقول يا الله بطولة صغيرة ثلاث منتخبات، نطمح لمثلا
بطولة أخرى، بطولة غرب آسيا، بطولة كأس الخليج، شوية شوية تستضيف بطولات رسمية. إحنا نبدي يا أخي، إحنا نبدي هسه ناشئين، بطولة ناشئين، بطولة شباب، نبدي هيك. إحنا خلينا نبدي، إحنا لا ندور أول مرة بطولات، يعني بطولات نقول ما منتخب وطني، إحنا خلينا نبدي منتخب شباب. يعني هسه تشوف ذاك اليوم يمكن بطولة الهندي صارت ما كأس العالم. كأس العالم. يعني الهند تنظم بطولة، شفت اللي يعني حتى لوحة إلكترونية ما عندهم. اللاعبين السيارة عصت بالطين واللاعبين قاموا تاتا، تذكرت التاتا القديمة. يعني هذول يشون بطولة، يعني يسوون بطولة بكأس العالم، كأس العالم للناشئين مشترك بيها كل العالم. وإحنا من ندخل نبدي هسه هالبطولات. ثانيا أكو شغلة مهمة هسه، يا بتو كلكم عندكم فضل من الوزير إلى آخر واحد بالاتحاد، زين؟ حتى الفراش مال الاتحاد عنده فضل، والفراش مال الوزير هم عنده فضل برفع الحظر. خنفتين زين. لا كل واحد يقول انا رفعت الحظر، والوزير يقول انا رفعت الحظر، والملا يقول انا رفعت الحظر، ولو ما انا كان الوزير ما يقدر الوزير، انا ادز له دعوه يروح وياي لاوروبا، يعني مو هو يدز دعاوي. يعني هاي خلينا نعوفها يا اخي. احنا اذا بقينا بهاي التقاطعات يعني شو راح نقدر ننظم؟ ما ننظم بطولة. بس يعني رغم انه الكل صرحت الامور وديه، لكن كانت الخلافات باينه لحد آخر يوم. كان يعني وزير الشباب لن يحضر لافتتاح بطولة الصداقة، لكن حضر، لكن باينة كانت على الوجوه للأسف، كانت باينة هذه الأمور. على كل يعني كابتن، المباراة انتهت بالتعادل، إذن المنتخب القطري يتوج بلقب بطولة الصداقة. نبارك بالتأكيد للمنتخب القطري تتويجه بهذه البطولة، وإن شاء الله تكون هذه البطولة فاتحة خير. أيضا يعني مشاركة قطر ومشاركة سوريا في هذه البطولة بالتأكيد دافع معنوي بالنسبة لل يعني للعراق لاستضافة بطولات أخرى. لكن نوعية المنتخبات في البطولات المقبلة، في حالة أردنا استضافة بطولات أخرى، هم قلت قبل مدة قليلة، إحنا لا ننظل سوريا، اليمن، فلسطين، لبنان، نوعية لا لازم ننظل الأردن، ننظل بذني. حتى مو فخر ان تجينا السعوديه وقطر يلعبون، مو فخر ان بس المنتخب السعودي منتخب متاهل لكاس العالم، متاهل بس اسوا مستوى انطب كاس العالم. متابع المنتخب السعودي من 79، من 76 متابع بطوله الخليج الرابعه بالدوحه، تابع المنتخب لحد الان اسوا. يعني بس انا اعتقد بس مش ويانا أسوأ مباراة بحياتهم ويانا، بس فازوا علينا 2-1. احنا فالمهم هو صعد الى كاس العالم. ما ادحكي وياك، ما ادحكي، يعني اذا اقول انه خلينا نعوف، خلينا نجيب نفتر على تركيا، نفتر على اليونان، هذول يريدون مبالغ يا اخي. يا اخي هسه احنا مبالغ اخي بالجمهور، يعني انت من تريد ترفع حظر وتريد تجيب مستوى، لا يعني تبقى احنا نجيب فلسطين بس نعشيهم ونغديهم، لو اليمن، لو لبنان، لو في سوريا بس نعشيهم ونغديهم ونقول لهم في مال. لا يا ابا خلينا نمشي لفوق، كافي هسه ملاعب صارت عندنا حلوه. تدري احنا مباراه لعبنا بملعب الشعب ويا كوريا، الكوريين ما قبلوا يلعبون مباراة ويانا، من شافوا الأرضية مال الملعب لعبوا بترنشوز تكرم. هسه ملاعبنا حلوة، ملاعبنا جميلة، انه يتمنى واحد يلعب بهيك ملاعب. بس خل نعبر هاي، لا يصير داعي للفلوس يا اخي. عندنا هذه حجة يا اخي، والله عندنا فلوس، والله عندنا فلوس يا اخي، والله عندنا فلوس، عندنا فلوس. منو يعني اللي عنده فلوس؟ يعني تقصد الاتحاد او تقصد وزاره الشباب؟ الاتحاد من يحكي يقول احنا الميزانيه، هاي الميزانيه محدده. وباجتماع الاخير طبعا لرئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود مع رئيس الوزراء طالب بزياده الميزانيه المخصصه لاتحاد الكره. ليش طبعا؟ لوين بدها تروح؟ وين بدها تروح؟ اقول لك يعني اذا سوينا مباراه مثلا ويا منتخب حتى مو تركيا، خلينا نروح على منتخب أذربيجان، ليش؟ ناخذ منتخب أكبر. خلينا نسوي مثلا مع هسه ما نقول إسبانيا وإيطاليا أو شو اسمه، خلي مثلا منتخب نرويج، منتخب البلجيكي، الدنمارك يجون هسه. يعني إذا منتخب واحد راح يعادل تنظيم بطولة فيها منتخبات يعني آسيوية. يعني هسه أنت إذا جالك منتخب ذو قيمة بالسمعة الدولية، لو تنظم 10 بطولات مثل بطولة الصداقة، ماكو صدى مثل ما يجي لك منتخب. مصر لعبت ويا البرتغال،
أصل لعبت ويا البرتغال وبحضور كريستيانو رونالدو ويعني بصعوبة بالغة فازت. ترى احنا مصعدنا كأس العالم طلبوا من عندنا البرازيل نلعب يلعبون ويانا ويعطونا فلوس وما أقبلنا. انجلترا تلعب ويانا ويعطونا فلوس. 86 كان منتخب العراق منتخب اي يعني لا تحسب التصاعد كأس العالم كل 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 الدنيا من الكرة الأرضية تريد تلعب وياك. زين شنو المشكلة؟ يقول لك فلوس ما اخوي فلوس اذا تتوزع بس رواتب. انا اقول لك هسه تمنع الرواتب من الاتحاد بدون ما ياخذ بدون رواتب، والأولمبية كذلك بدون رواتب. شلون يشتغلون بدون رواتب؟ شلون يشتغلون يعني شون يشتغلون اقول لك هي مو منظمه يعني هاي الفلوس ولا بس الرواتب. طبعا انا اقول لك هي مو منظمه اهليه من يقولون علينا هي منظمه اهليه. زين التهليه ظل تاخذ فلوس 250 موظف عندك؟ ايش عندك انت 250 موظف؟ ايش عندك؟ انت مدرسه عمو بابا تعطوهم 350 مليون هسه سووها 200 مليون 15% نزلوا. زين مستحيل يعني عم بابا حتى المدربين رواتبهم تعبانه لاعبين بدون لا رواتبهم زينه 90% انا واحد من عندهم دكتور 90% يقول انا رواتب الفلوس يعني تروح من 200 مليون سنوين يطوهم 90% رواتب وهذول اللاعبين حتى ملعب ما عندهم حتى ملعب ما عندهم حتى سياره توديهم ما عندهم. لو كل سنه هاي صار له من قد من راح عم بابا ليس لو كل سنه من هاي مشتري كل سنه طلع لي في السيارتين هسه كان عندهم اسطول اسطولي يودي اللاعب. هذا كله وين يصب؟ وين الخلل؟ مساله التنظيم، مساله ما عندنا تخطيط. ما عندنا تخطيط. هسه تقول للاتحاد شنو التخطيط مالتك؟ هسه جيب المله او حتى عدنان درجال وهاي تمشي على السياسه ايضا، جيب اي واحد هسه منه، قول له شنو البرنامج مالتك؟ المله انا مو قاعد بالبرنامج مالته من قدمه ميليا منصور؟ ايش قدم من البرنامج مالته؟ من كان اول ما رشح ضد ناجح. احنا في نفس يوم يعني شفنا مرشح قدم برنامج وطبقه لا بالسياسه ولا ولا بالسياسه ولا بالرياضه. هسه تقول هسه اقول للمله انت شنو 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 البرنامج مالتك؟ وين احنا بكاس العالم 2022؟ صراحه يقول لك احنا رفعنا الحظر احنا يصير على الكلام موجود واليوم راح تنعاد نفس الوجوه بالانتخابات. شفنا المرشحين اكو مرشحين اصلا ما حد ينافسهم يقول لك ده احنا داخلين بقوه رفعنا الحظر. خذها من عندي هسه شلون قلت لك لا يجيبون جول فريق سوريا. خذها من عندي اثنين يتبدلون من الاتحاد. منهم ما تعرف ما اثنين بس اثنين يعني بالهرم لو بالعبار. لا مو الهرم ثابت يعني الرئيس والنواب اي تبقى يم الاعضاء اثنين ما يحتاجوهم هم ما يحتاجوهم يعني تبديل حتى يقول لك انه انا غيرت هاي سوينا عمليه ديمقراطيه وتم التغيير. اذا تقدر تثبتها ورا 31/5 هاي زين هسه يعني هو موضوع بالتاكيد مهم رغم احنا حديثنا عن بطوله الصداقه لكن ايضا يعني انتخابات الاتحاد دخلت في هذا الموضوع. يعني اليوم نشوف وجوه جديده تطالب بالدخول لاتحاد الكره مثل يونس محمود مثل عدنان درجال وايضا يحكون على مساله التخطيط. يونس محمود في اكثر من لقاء قال عمي ماكو تخطيط بس يعني بالبسيط ماكو تخطيط باتحاد الكره. قال هسه انا اذا استلم المنصب اجيب ناس خبراء ويخططون. هذا الكلام بهالبساطه فعلا هو بهالبساطه والله انه اجيب خبراء يحطون خطط راح يمشون عليها يمشي عليها اتحاد الكره والرياضه كلها والدوري والبطولات ولا احنا نحاول يعني انت تحاول عاد شو يعني نبقى على الوضع يعني نبقى احنا هاي صارت كم دوره بالاتحاد؟ اربعه من 2003 لحد الان كم اربعه من اكثر من اربع دورات. زين الى متى يعني اي 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 دوره تجي انتخابيه يقول لك الافضل احسن وتجي اسوء من اللي قبلها. يا دوره تجي نقول القبلها كانت احسن يا ما يصير. احنا هسه احنا نريد انه واحد يطلع يخطط لنا لمده سنتين عمي سنتين ما نريد كاس العالم 2022. هسه انت الاتحاد الدولي عنده منهاج منا ل 2022 اي بالتاكيد صح لو لا وهسه يقدر يستضيف 26 يعني هسه كل واحد يعرف انه شو وقت يلعب شو وقت. زين هسه انت ما عندك تخطيط. احنا ترى احنا التخطيط هذا مو هسه عماد مو هسه يعني هاي من قبل ما خلينا نجيب خبراء حتى يخططون. طبعا احنا ما عندنا خبره. من عنده خبره؟ من هم يقولون لازم خبرة إدارية وين الخبرة يعني الإدارية وين الخبرة الإدارية بهاي البطولة؟ يلا قل لي وين الخبرة الإدارية؟ كان استفادت
استفاد اشوف الفريقين الخصم واعرف النتيجه واستفاد مال فلوس. هسه انت مو تقول ما عندنا فلوس، هسه ليش الملعب اليوم ما ما ما, ما بقبط الاخير؟ ليش؟ حتى على سعر البطاقه يعني تصريحات سابقه من مثل من وزير الشباب والرياضه قال انه يعني سعر البطاقه متدني نوعا ما، انه تكون البطاقه ب 5000 دينار المفروض تكون اغلى. زين اتحاد الكره يقول لك لا، الجماهير يعني حالتها الماديه تعبانه فمو مال 5000 دينار. سعر البطاقه منطقي لو تشوف يعني بيئة. هو هو الوزير يقول هيك يعني، يعني الوزير يريد يعني ترتفع يعني كانت مثلا مباراه الاساطير كانت سعر البطاقه 25000 دينار، هي مو ذيك بيها فلوس يعني كل واحد نزل بالملعب اعطوه فلوس. هاي ما زين، احنا اليوم ملاعبنا تؤجر، هاي يعني تصريحات اتحاد الكره انه الملاعب تؤجر للمنتخبات الوطنيه وحتى نقلوها لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء ابدى استغراب. هذا التصريح يعني عبد الخالق مسعود يقول رئيس الوزراء ابدى استغراب، يقول هاي الملاعب هي لخدمه المنتخبات الوطنيه العراقيه والكره العراقيه، شلون تؤجر؟ زين هسه احنا اليوم اذا الملعب يؤجر للمنتخب الوطني، الوزاره تقول لك انا اريد مورد، هذا الملعب يحتاج لادامه. هسه رئيس الوزراء يدري بس الملعب مؤجر؟ لو اكو انديه نايمه بيها ميليشيات هو سدي يحسون على الملعب. بس احنا هاي وحده، هاي وحده من المسائل اللي صار من 3 سنين، ما حد قال له يابا اكو ترى ميليشيات او جاي من يقدر يطلعها؟ ليش؟ ماكو دوله، ما تقول انت دوله وما يدري يعني انت الملعب ده يتاجر. زين هسه ما درى انه الملعب ده يتاجر للزهراء والطلبه ذول اللي ما عندهم ملاعب؟ ما يتاجر ملعب الشعب للطلبه وللزهراء يتأجر والشرطه؟ هو الملاعب تؤجر للانديه وتؤجر للمنتخبات الوطنيه. ما يدري هسه يعني هسه الله حاس انه اكو الملعب ده يتاجر الا جاء زين انت هسه قول لي الوزير ما عنده ملحق مستشار اقتصادي، مستشار اعلامي، مستشار عسكري، مستشار رئيس وزراء، رئيس الوزراء العفو. زين هسه ما عنده مستشار رياضي هو؟ يعني لو الرياضه مو يعني حتى لو عنده الظهر ما واصل يعني حتى هذا نفس الشيء هم اللي جاء خاله مستشار ما يعرف ملعب الشعب وين. نفس الشيء يعني نفس يوصل له معلومه كذب. احنا اذا دخلنا السياسه ايضا اتحاد الكره راح يقول لك هو يخوفونا احنا من 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 2003 اللي هسه الاتحاد الدولي والاتحاد صار علينا الاتحاد الدولي بعبع يعني. كابتن خل نرجع لموضوع بطوله الصداقه، وينضم معنا مشاهدينا عبر سكايب من بلجيكا المدرب العراقي الكابتن احمد حميد عوفي. السلام عليكم كابتن، واهلا بك معنا في برنامج مرآة الرياضه، الحديث عن بطوله الصداقه، هذه الثمرة الأولى التي تأتي بعد رفع الحظر عن الكرة العراقية في ملاعب أربيل وكربلاء والبصرة. قراءتكم لتنظيم هذه البطولة، هل كان بالمستوى المطلوب الذي يخدم عملية رفع الحظر الكامل عن جميع الملاعب العراقية؟ السلام عليكم. عليكم السلام كابتن. تحية طيبة لك أخي عماد وإلى كابتن الدولي الأخ غانم عريبي. حياك الله كابتن. الله يسلمك. بداية طبعا الحديث عن البطولة الغاية منها كان هو رفع الحظر. نعم. وما بعد رفع الحظر أكيد كل بطولة، وإحنا يعني جديدين عهد بعد فترة طويلة لم نقم بطولة مثل هكذا بطولة، وإن نعم. كانت مصغرة لكن تحتاج إلى آلية. نعم. آلية إدارية، آلية تنظيمية، يمكن أنت شفت. نعم. تحدث الكثير من العراقيل، لكن أنا باعتقادي يعني أنه هذه مباركة البطولة وإن كان تحدث بها الأخطاء. شنو يعني إذا أكو يعني أخطاء سجلتها جنابك كابتن لهذه البطولة حتى نقدر نناقش؟ يعني هناك أخطاء إدارية. نعم. داخل الملعب من ناحية التنظيم. نعم. يعني نحتاج إلى بداية إلى شركة عالمية. نعم. تنظم العمل الإداري، خروج ودخول الجماهير إلى يعني صحيح. كابتن غانم ايضا تحدث على هذا الموضوع وقال يعني مو عيب انه نستعين بشركات اجنبيه ذات خبره بهذا الموضوع. انا عذرا الان دخلت للبيت والان يعني تواصلت وياكم. اهلا وسهلا بك. نعم. هذا من الباب الاخر يعني عمليه النقل يعني النقل التلفزيوني. نعم. ايضا نحتاج الى شركه راعيه تنقل لنا. هي موجودة الشركة كابتن، شركة عشتار هي الناقل
لهذه البطولة، ويعني عن طريقة يتم توزيعها على يعني القنوات العراقية أو العربية الراغبة في شراء هذه البطولة، لكن لم ترتقي للمستوى المطلوب يعني. نعم. حتى بالنسبة يمكن اليوم أنا شفت الاستوديو التحليلي يعني هناك فرق شاسع، هناك فرق كبير بين يعني بين شكل ومظهر الاستوديو التحليلي. أنا لما أتكلم عن الناحية الفنية أتكلم عن شكل الاستوديو التحليلي من ناحية الجمالية والظهور. نعم أي كابتن يعني هاي تخص كل قناة على حدة، احنا يعني ما نريد ندخل أكثر بهذا الموضوع، خلينا على الجوانب. نعم. التنظيمية الأخرى يعني مشاركة المنتخبات، الجمهور، عمليات يعني إدارة الملعب، من ثم يعني المستويات الفنية طبعاً للمنتخبات. طبعا الجمهور كان عامل أساسي يعني في نجاح هذه البطولة وفي عملية رفع الحظر، لأنه حقيقة يعني بعد 40 أو ما يقارب 40 سنة والجمهور يتدفق بهالشكل هذا. نعم. ونخرج بحصيلة يعني بحصيلة أنه أخطاء بسيطة. أنا أعتقد الرقم الأول اللي يشار له بالبنان هو الجمهور يعني العامل المساعد في نجاح هذه البطولة. طيب كابتن يعني حتى نختصر الوقت يعني في ضوء تنظيم بطولة الصداقة، هل العراق الآن قادر على تنظيم بطولات أخرى سواء بطولات كأس الخليج، غرب آسيا، بطولات الناشئين للشباب مثل ما اقترح كابتن غانم؟ نعم قادر، ولكن بالاستعانة بشركات تقوم بإدارة هذه البطولة، لأنه من جهات هذه البطولة يجب أن تكون هناك شركات لديها الخبرة في إقامة بطولات. يعني أنت بدون أن تجلب شركة راعية تقوم لديها الخبرة لديها كوادر، أنت اليوم يعني مثل ما تفضل الكابتن أنه مو عيب أنه أنا أستفيد. أنا صحيح. ممكن أنا مستفيد من كابتن غانم عريبي بالأمور الفنية أو من خلال ما كان لاعب، هذا مو عيب. صحيح. لكن الضرر أنه أني أنظر بعين واحدة، يعني لا أنظر إلى 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 إلى, 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 إلى الشيء الاحترافي وأنظر إلى الشيء شلون نقول إحنا القريب إلى اليد. لازم أنه أعبر شوية أنظر إلى للمرحلة المستقبلية. واضح كابتن. كابتن بالنسبة للمستوى الفني لمنتخبنا الوطني يعني خسارة أمام قطر والتعادل أمام المنتخب السوري، وهذه كانت يعني البروفة الأولى لمنتخبنا الوطني أو المهمة للمنتخب قبل تحضيرا لبطولة أمم آسيا، كيف هو المستوى الفني وجدتم؟ والله حقيقة المستوى الفني بالنسبة للمنتخب العراقي غير مقنع جدا يعني. وعلى الكادر الفني للمنتخب أن يراجع حساباته، لأنه تغيير طريقة اللعب وأسلوب اللعب ونوعية اللاعبين هذا يؤدي إلى عدم الانسجام، وكرة القدم بدون انسجام يكون هناك تشتت بين الخطوط، تشتت في المنظومة الهجومية، تشتت في المنظومة الدفاعية، وهذا بالنتيجة هي كرة القدم كرة أهداف، يعني أنت تلعب في سبيل السجل. نعم. الجمل التكتيكية من تلتقط في فريق ما أكيد لا يوجد هناك هدف إلا بالصدفة إلا بأخطاء دفاعية من قبل الخصم من بداية تسنم الكابتن باسم قاسم وكادر المساعد للمنتخب الوطني إلى الآن هم غير مستقرين على تكتيك معين ولا على طريقة وأسلوب لعب معين ولا على نوعية لاعبين. هذا بالتالي انت بعض الاحيان تلعب يعني مثلا لعبت ضد السعوديه فزت، المفروض تبقى على نفس التشكيل على نفس نوعيه اللاعبين. ايضا المباراه اللي خسرتها مع قطر المفروض انه تستفيد من الاخطاء، لكن تبقى تثبت على نفس اللاعبين وتكون هناك اضافات بسيطه وهناك حلول بسيطه داخل المجموعه نفسها نوعيه اللاعبين. اما انه تغير 3-4 لاعبين حقيقة إذا أنت راح تلعب في كل مباراة بفريق جديد بمنتخب جديد. صحيح. وهذا أنا أعتبره يعني عذرا للمصطلح هذا تخبط بالمنظومة الفنية للمنتخب. وصلت الفكرة الكابتن أحمد حميد عوفي المدرب العراقي، كنت معنا عبر سكاب من بلجيكا، شكرا جزيلا لك. إذن كابتن غانم نتحدث عن
الجانب الفني لمنتخبنا الوطني. هسه خلينا شوي من التنظيم. منتخبنا في مباراتين يعني خسر المباراة الافتتاحية أمام قطر ثم التعادل أمام سوريا. المباراة أمام سوريا صحيح مباراة ودية وداخل هذه البطولة وخارج حسابات اللقب أصبحنا، لكن لو فايزين يعني كانت تفيدنا حتى بالتصنيف، إنه تقدم 3 مراكز، إحنا في المركز 83، سوريا في المركز 74، لكن يعني خرجنا بنتيجة التعادل. المستوى الفني في خلال المباراتين، أنا أقول لك شوف إنه يعني أنت من تيجي يعني هم نرجع على الاتحاد، أنت من تيجي صير بال هم ترجع على الاتحاد، هو ما عندنا غير الاتحاد. ليش ما عندنا غير الاتحاد؟ أنت من تصير مثل 119، يقول لك إحنا مو ما عندنا مشكلة بالتصنيف، صح ولا؟ بس إحنا في التصنيف فادنا بطولة آسيا ذكر أمم آسيا، يعني صرنا على رأس مجموعة من لعبنا ويا اعتقد من الكابتن انور اكرم سلمان استلمنا يمكن ويا غانا او يعني لعبنا معهم وفزنا عليهم وصعدنا التصنيف. يعني لو ما هذا درجه من التصنيف كان ما صرنا على راس، كان جتنا كوريا واستراليا واليابان، احنا صرنا على راس مجموعه جتنا فرق شويه اضعف من ذلك. فانت من تصير من 87 ما اعرف التصنيف مالتنا 87 ايضا هاي لما تفيدنا يعني بالتصنيف، لان يعني عندك انت عندك بطوله، عندك بطوله امم اسيا ايضا بالامارات. نعم. يعني بدايه نعم. 2019 يعني انت هسه على الحاله سوريا تكون راس مجموعه وانت تلعب مع سوريا او اذا يعني التصنيف الثالث زين فانت يفيدك التصنيف. انا ما اعتقد هسه مثل ما قال الكابتن احمد حميد وتحياتي له، يعني صار لي مده انا بس اسمع به هو سافر، يعني زين يعني الفرصه انه شفت يعني صار لي هواي ما شايف يعني سنين. قال بالنسبه للخط انت شايف يعني انت اول ما جيت قلت راح يتلقون هدف لانه الخط الدفاعي ليش هسه انت اقول لك الحسنه اللي جيده بعم بابا انه ما يغير بالتشكيله حتى لو بها اخطاء ما يغير بالتشكيله. فلان وفلان وفلان قبل ما تلعب البطوله بشهر فلان وفلان وفلان. زين هسه انت لعبت هسه تدرب 5 بس من الخط الدفاعي 4 بس من الخط الدفاعي تبدلوا الحارس والاثنين الدفاعيه ودفاعينا هاي 4 بس علي عدنان ما تغير. ليش هذا التغيير؟ هل يتاثر الكادر التدريبي بالانتقادات كل مباراه؟ حتى شفناه يعني ببطوله الخليج ويعني في المباريات الودية، اليوم فزنا لعب بهذا التشكيل، خسرنا أو صار خلل بدأت الانتقادات على الكادر التدريبي بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم أكثر من مشكلتنا هاي وسائل مشكلتنا. بالفيس وبمواقع التواصل الاجتماعي شفنا التغيير تغير في المباراة الثانية. بس يعني الكادر اللي يتأثر أقول لك هسا إحنا شريد إحنا يعني من نقطع على الانترنت شو؟ لا مو هاي الشغلة، إحنا شريد يعني كاتحاد وكمدرب شريد يعني من اخذ المهمه استلم المهمه كابتن راضي قال انا عبدي ابني منتخب جديد لمده 3 سنوات. شلون المنتخب الجديد ما طوم اجا هو اول بطوله سبع يمكن بدت علي يعني جا مين ما يدير وجهه انتقاد المهم يعني شوف جاء هسه كابتن باسم قاسم هسه احنا ما نعرف الاستراتيجيه كابتن باسم قاسم هو يقول انا يعتمد على الشباب حتى نعرف انه فريق شباب زين يعتمد على الخبره حتى نقول احنا نعتمد على الخبره ماذا نعرف احنا شريد ليش اقول لك احنا ما عندنا تخطيط يعني لوف ابو المانيا مدرب المانيا صار له 12 سنه مدرب ونجاحات مع المنتخب الالماني حتى عده فشل ليش ما عده فشل عده فشل بالتاكيد بس بنا مو بس اخذ بطوله بنا منتخب جديد شارك ببطوله القارات وخذها صبره وعليه احنا تدري كم مدرب ب 12 سنه اكثر من 11 مدرب بدلنا المشكله شارك. احنا من 2011 الكل يتاثر لحد الشارع. هسه احنا اليوم تصريحات باسم قاسم يقول اني مسيرتي مع المنتخب 9 اشهر لعبت بها 13 مباراة، فزت ب7 وتعادلت ب5، وخسرت خسارة واحدة اللي هي أمام قطر، وسجلنا 19 هدف ودخل مرمانا 10. يقول ماكو أي مدرب حقق هاي النتائج مع المنتخب الوطني خلال هذه الفترة. يقول احنا بالمستقبل قادرين أن نحقق الأفضل. احنا أنا ما أقول لك هو مو خوش مدرب ولا خوش مدرب، أنا أقول لك اعطوه فرصة. يا أخي لا يعني يمشون،
يعني ما من شيء، حتى لو سجيب احسن مدرب بالعالم ويدقون على راسه، الفيس يدق على راسه، التواصل الاجتماعي يدق على راسه، عندك الصحفيين عندهم، اكو صحفيين عندهم معارض اخرى مثل ما تعرفها، عندهم باتحاد عندما مستة. بس احنا حتى شفنا اعضاء اتحاد اول نتائج سلبيه طلعوا انتقدوا المدرب. انت 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 الاتحاد كله مو يعني مو كله يا كابتن باسم، اول 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 خساره، اول خساره باسم قاسم مو طلع، طلع النائب الثاني نعم. من قال هو مو كفؤ لها المباراه؟ لا حتى انت اذا جايب لي مدرب منتخب وطني مو كفؤ لها المباراه؟ يعني شلون يعني انا لو انا على انا على على حكايه النائب، يعني هل هو طالع لي صحفي؟ لو طالع انا احكي على كابتن باسم قاسم ما عنده مشكله، بس يطلع واحد نائب رئيس الاتحاد ويقول احنا في وقتها اتصلنا يعني بكابتن فالح موسى، انا اتصلت بكابتن فالح موسى على الهواء مباشره وقال هذا الكلام غير مقبول، يعني كلام من نائب رئيس الاتحاد. زين يجي دور هذه الروابط التي شكلت مؤخرا، رابطه المدربين، من نشوف هيك هجمه على مدرب المنتخب الوطني، شو راح يكون دورها وهي ممثله اقول لك ما شاء الله باتحاد الكره بعضوة؟ لا لا لا، هو رابطه المدربين هي تأسست على مود حمايه المدرب. لا يا حمايه اليوم من نشوف المدرب تأسست صارت انتخابات، مجرد انه منو يمثل الاتحاد، منو هذا ولاء للاتحاد، يعني هاي رابطه شكليه؟ شكليه انا اقول لك، لان انت انا اشتغل بالاتحاد، انا مدرب على الناشئين على الشباب نعم. على المنتخب، وانا من يخلوني عندي صوت بالهيئه العامه، المن 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 انطي الصوت مالتي للي راح يبقيك؟ اطلع عدنان درجال واليونس، لا اللي راح يبقيك بهذا الموسم انا افرح مع والدي بين يعني شيء. بالتاكيد يعني حجي هذا الكلام يطول بهذا الموضوع، لكن احنا وصلنا الى ختام حلقه هذا الاسبوع من برنامج مرات الرياضه. قبل الختام مشاهدينا اقدم شكري الجزيل لضيفي العزيز الكابتن غانم عريبي، شكرا لك. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم احبتي المشاهدين، الموعد يتجدد بكم الاسبوع المقبل بحول الله وحلقه جديده ومرات الرياضه، الى اللقاء. تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القوات الأمنية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، لاستلام بطاقاتهم الانتخابية البيومترية في نفس مراكز تسجيل عائلاتهم في شهر آذار 2018. بطاقتك وطن، فاختر وطن. كانت النظرة لمشاركة المرأة سلبية غير مشجعة. إن المرأة عندما تتبوى صفة القيادة انتهى دور الأحزاب. البرنامج يعنى بالمرأة أم يعنى بالمجتمع؟ المرأة هي الحاضنة الأولى لنتاجات كل القيادة. وشخصيا أتبنى المرأة كليا، سأكون دعم لها وسند لها ما دمت حية. طيب ما الذي تعاني منه بابل؟ الذي يقوى أصحاب كفاءة ومهنية واختصاص القطاعات التي نشاهدها جميعا تعاني من فشل بسبب آفة الفساد المستجدي في المجتمع. منذ بداية تأسيس المركز لحد هذه الفترة أخذ على عاتقه إجراء استطلاعات ميدانية وإلكترونية لإيصال الري الشارع العراقي لصناع القرار. من إنجازات مركز الوطن خلال هذه الفترة اللي تأسس بها حد هذا اليوم هو أكثر من كتاب ومجلة، منها كتاب العراق في الرأي العام سنة 2014 والعراق في الرأي العام سنة 2015 ومجلة مركز الوطن. أصدر المركز خلال هذه السنة مجموعة من الإصدارات خاصة بكل محافظة عراقية. مركز الوطن لاستطلاع الرأي العام، مؤسسات تيار الإصلاح الوطنية لبناء غد أفضل. انتوا كشركات سياحه ما متوحدين،
اكو شركات وهميه اللي هي غير مرخصه، عندكم حافز لجذب المال العراقي نحو الخارج، عندنا صعوبه استحصال الفيزا العراقيه، هذا يسبب مشكله للسائح اللي يجي من الخارج. كشركات همكم الاول والاخير المال، البلد يعبر عن ثقافته من خلال الفن، وين اعمالكم كفنانين تجذب البرة الاقتصاد؟ يا اخي رمموا، لا شيء يخرب تعوفوا خربان، ما تساهمون بدرجه بخراب السياحه العراقيه. مواقع الاثار في قسم منها تراها مهجوره مهمله، طريقه لها ماكو. انتم كشركات سياحه قطاع خاص ما عندكم نقص بالتسويق؟ انت لازم تهيئ المجتمع المحلي في الاهوار لاستقبال السائح، تخلق عنده روح الضيافة. بالدينار يأتيكم في الأوقات التالية. Thank you.